بعد القضاء على فلول داعش صار البلد محفز إلى إنشاء معامل صناعية وتجارية وخطوط إنتاجية. أكو أرض خصبة للمعامل، وأكو هسه حالياً عدة معامل قاعد تنشئ بالمكان اللي إحنا موجود به، مو بس معمل طحين ولا معمل عصير، ولا أكو معامل ثانوية حتى بالمحافظة هسه حالياً موجود. قدمنا طلب بالقرض إلى مصرف الصناعي، والمصرف الصناعي قدم لنا كل التسهيلات لغرض شراء المكان. القدرة الإنتاجية للمعمل 500 طن باليوم، طبعاً هي خطين، كل خط 250 طن، كآلات كمكان كلها حديثة، يعني كلها جيدة جداً، مواصفات عالمية، أغلبية المكان إلكترونية. تقوم بتشغيل أكثر من 50 إلى 60 موظف موجود حالياً في المطحنة، من مهندسين طحانين، من عمال، من كتبة، من موظفين مختبرات، من إدارة، من سيارات، وفرص عمل وفرت. أدعي كافة التجار والمقاولين وأصحاب الخبر بإنشاء سواء كان مطحنة أو معامل مماثلة كشيء صناعي، يجب أن يدعم الاقتصاد العراقي.